السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو جايب لكم أبسط وأفضل طريقة لتلوين الصور القديمة اللي هي البلاك أند وايت، الأبيض وأسود، باستخدام أدوبي فوتوشوب. والطريقة هذه غير تكون سهلة وبسيطة ومفهومة للجميع، ولكن بدك تتأكد إنه إصدار الفوتوشوب تبعك اللي مثبت على جهازك هو إصدار 2021 أو إصدار 2022. أما إذا كان إصدار الفوتوشوب تبعك أقل من هيك فللأسف هذه الطريقة مش راح تنفع معك. فلو ما عندك بسيطة جدا، تواصل معي على الانستغرام، رابط الانستغرام في الوصف أسفل الفيديو، وتواصل معي عشان أعطيك أحدث نسخة من الفوتوشوب. فخلينا حاليا ننتقل إلى اللابتوب، ولكن نسينا شغلة قبل ما نروح على اللابتوب، ياريت ما تنساش تعمل لايك حالا للفيديو عشان تدعمني في تقديم المزيد. عملت لايك؟ تمام التمام. خلينا حاليا ننتقل الى اللابتوب. طيب يا اصدقائي، راح نفتح الفوتوشوب وراح ندخل الصوره اللي بدنا نشتغل عليها كالعاده. اول خطوه طبعا راح نشيل القفل من على الصوره، وراح نروح على فلتر ونتاكد انه النيورال فلتر شغاله عندنا. لو انت مش شغاله عندك فهذا معناته انه انت مش محمل الكرياتيف كلاود. ايش هي الكرياتيف كلاود؟ هي هذا البرنامج اللي موجود فيه كل برامج ادوبي. فلو انت مش محملها تتأكد انك محملها، ولو مش عندك بسيطة جدا، بتكتب على جوجل داونلود ادوبي كرياتيف كلاود، بتحملها وبتثبتها عندك على الجهاز وتتأكد انك فاتح عليها حساب وكل امورك تمام، وعملية تسجيل الحساب زي اي تسجيل فتح وتسجيل حساب على الانترنت. زي ما انت شايفين انا فاتحها ومسجل عليها حساب. طيب راح نحدد الصورة تبعتنا ونروح على فلتر، كمان مرة نيورال فلتر. راح تفتح معنا هذه القائمة، واحنا حنروح على قسم كالرايز وراح نفعلها، وبوم يا اصدقائي، بوم بوم بوم، الصورة تلونت في اقل من ثانيتين حرفيا. يعني الفوتوشوب بتحديثاته الجديدة بالذكاء الاصطناعي خاصة اللي بيطوروا فيه من كل اصدار واصدار، حرفيا شغال بشيء خرافي جدا وشغال بعمل رائع وشيء اسطوري حرفيا. ما علينا. وبالرغم من التلوين الخاص بالذكاء الاصطناعي بالفوتوشوب، برضو الا يكون في نسبة اخطاء. زي ما تشايفين هان منطقة الشجر لونها اخضر، ولكن سايحة مع لون الازرق الخاص بالسماء. فعشان نحل المشكلة هذه راح نطلع هان في القزم هذا مكان الشجرة بنفس المكان تبعها، وراح نضغط عليها، وبما انه لون الشجر اخضر فبالتالي راح نختار من قائمة الالوان هذه اللون الاخضر بهذا الشكل. نختار، خلينا يكون لون مناسب، وراح نضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين لون لون الشجر باللون الاخضر. وكذلك تختار المناطق اللي فيها شوية اخطاء وتعملها بنفس الطريقة. انا مثلا لون السماء مش كتير واضح، فحضغط على لون السماء تمام، وراح اختار من الكلر هان، بما انه السماء دايما تكون باللون الازرق فراح نختار اللون الازرق بالتأكيد طبعا بهذا الشكل، وراح نضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين نتيجة خرافية. وراح نطلع تحت وراح نكتشف انه في خصائص بالساتوريشن، تشبع الالوان، وخصائص كتير، وفي هان بروفايل بحيث انه انت بدك بريسيت جاهزة، الفوتوشوب موفر لك كل شيء. زي ما انتم شايفين مثلا نختار هذا البروفايل، زي ما انتم شايفين نختار اللي بدنا اياه. انا مثلا ما بديش اختار اي شيء تمام، وراح ازود اللون الاحمر وراح ازود تشبع اللون برضو بحيث انه تكون الصورة واقعية اكتر. وبعد ما تخلص كل هذا بتضلها في الاخر تفضيلات شخصية على حسب اللوك اللي انت بدك اياه. بعد ما تخلص كل اشي راح نضغط على اوكي. زي ما انتم شايفين عملنا التأثير اللي عمله في لير لحاله بحيث انه نشوف قبل وبعد، وحاليا صارت زي اي صورة بنعدل الوانها وبنعدل الاضاءة تبعتها زي اي صورة طبيعية على الفوتوشوب. على سبيل المثال انا هختار الهيو اند ساتوريشن وراح العب في تشبع الصورة بحيث اني ازوده اقلله، صارت زي اي صورة عادية. اعدل في نسبة الاضاءة تبعتها تبعت الصورة، زي ما انتم شايفين صارت زي اي صورة طبيعية بنعدلها على الفوتوشوب. وخلينا ناخد مثال تاني، بلاش نختصر الموضوع في هذه الشخصية تمام. راح نجيب مثلا صورة تانية، عندي انا صورة طبيعة برضو ابيض واسود، راح نعمل نفس الكلام، راح نشيل القفل ونروح على فلتر ونختار نيورال فلترز، وراح نروح برضو على كالرايز ونفعلها، وزي ما انتم شايفين لون الصورة بطريقة سهلة جدا. وزي ما نوهت برضو في برضو نسبة اخطاء، بحس زي ما انتم شايفين لون الشجر مش كتير واضح وبحس انه يعني لون فيك اصطناعي، فاحنا راح نحول لون الشجر الى لون الاخضر الطبيعي تبعه. وزي ما تعلمنا راح نجيب على هذه علامة الزائد نحدده على الشجر،
ونختار اللون الاخضر زي ما حكيت، نختار يكون لون مناسب برضو، وراح نضغط على اوكي زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، وراح نزود الساتوريشن شويه بحيث انه نضبط الصوره اكثر واكثر، وفي النهايه راح نضغط على اوكي. وفي النهايه صارت زي اي صوره طبيعيه برضو، بتتحكم فيها الليفلز في الكيرفز في الاكسبوجر، صارت زي اي صوره طبيعيه بنعدلها على الفوتوشوب. وخلينا نغير اسم اللير عشان ما نتلخبطش، خلينا نسميها افتر بحيث انه بعد التعديل، وهذه الصوره قبل التلوين وهذه الصوره بعد التلوين. وهيك يا جماعتي استطعنا انه نلون الصورة من ابيض واسود الى الوانها الطبيعية بطريقة سهلة جدا وبدون اي تعقيدات. وبس والله هذا كان فيديو وتوتوريال اليوم، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ويريد في النهاية ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يصلكوا كل اشي جديد وكل اشي بينزل على القناة في الفترة القادمة ان شاء الله، وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان بيساعدوا في انتشار الفيديو بشكل كبير جدا، وتعملوا لي فولو على حسابتي في السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك وتويتر، وكالعادة اهم اشي الانستغرام عشان تعرفوا اخر واسرع الاخبار وما خلف الكواليس. وبس، with thanks for watching، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. keep smiling، ومع السلامة.